لك رامي، اما هلا اكيد مكفين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا صباحنا غير. أريجا، فقرتنا الاخيره لليوم رح نحكي فيها عن مهارات الحياه. ربما لا توجد قائمه محدده لمهارات الحياه، ولكن من المؤكد انه نتعلم هيدي المهارات لنقدر نتجاوز الكثير من المصاعب يلي ممكن تصادف حياتنا اليوميه. واليوم رح نتعرف اكثر عليا مع الكوتش سعيد سلام، مدرب تمثيل ومهارات حياتيه وذوي احتياجات خاصة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الخير سوريا. يا هلا فيك أستاذ. يعني اليوم في مهارات حياتية من فيها نحن كيف نقدر نمرن حالنا لحتى نقدر نتعامل مع هالمهارات وننميها أكثر؟ هلا كل انسان دائما عنده مهارات فطرية رب العالمين عاطيه اياها، فبده يعرف دائما نقاط القوة الموجودة عنده ويشتغل عليها، على تعزيزها، على تنميتها. هلا الموضوع ما له مرتبط كثير بالمحاضرات قد ما هو مجموعه من التدريبات اللي بنقدر نشتغل عليها لنحقق هذا الموضوع. ففي تدريبات كثير بتساعد، منها التدريبات هو الضحك، فالضحك كثير بيساعد على تنميه مهارات الحياه، الثقه بالنفس، التشاركيه، تخفيف التوتر كثير. فكل هاي مهارات حياه نقدر نستعين فيها من خلال تدريبات الضحك. صحيح. يعني كوتش، احيانا في مواقف كثير الانسان بمر فيها حياته العمليه بحياته اليوميه مع رفقاته ممكن تكون محزنه ولكن بياخذها بضحكه، قديش بده يكون في قوه من جوا ليقدر رغم هذا الموقف انه يقدر يضحك؟ هلا اول شغله نحن لازم اول قاعده بالضحك هي ان نقبل كل شيء. لازم نقبل انه في حزن، في توتر، في صعوبات بالحياه، يعني الحياه ما لها سهله. باللحظه الاولى اللي بتبلش فيها البسمه على وشنا بتطلع من اللحظه اللي بنقبل فيها انه الحاله الموجوده فيها. في قاعده بتقول كل شيء بضده، يعني لازم نحن نكون زعلانين لنضحك، وما فينا نضل عم نضحك كثير ولا فينا نكون زعلانين كثير. فخلينا نحن نتعامل مع اللحظه الموجوده، لا نفكر بالماضي ولا نفكر بالمستقبل، نفكر نعيش اللحظه بس. قلت نقطه كثير مهمه كوتش، انه يعني مو بالندوات وبالمحاضرات ممكن نحن نقدر ننمي هالمهارات ونمرنها، لا ممكن تدريبات بسيطه. خلينا نتعرف مع بعض يعني على ابرز هالتدريبات. هلا اول شغله نحن مشان هيك انا بركز على كلمه مدرب او كوتش اكثر من استاذ او محاضر. المحاضر بيوصل لك معلومة، المدرب هو بيخلي لك اياها بواقع عملي من خلال حالات عملية بنشتغل عليها مرتبطة بالظروف اللي انت عايشة فيها. كل انسان منا عنده حالات تختلف عن الشخص الثاني الموجودة فيها. هلا القاعدة الأولى بالنسبة للتدريبات هو الاسترخاء. لازم نحن نعمل استرخاء، نفرغ العقل تبعنا، نزيل التوتر الموجود بجسمنا لنقدر ندخل بأول حالة بتنمية المهارات. بيجي عنا تدريبات الانتباه، وبعدين بتلاقي حالك دخلتي بعالم او انفصلتي عن العالم كله، صرتي بعالم جديد، عم تتفاعلي مع الاخر اللي قدامك، اليقظه اللي عندك كامله للحظه، فمشاكلك برا نسيتيها، عم بتفكري بس باللحظه وبس. نعم كوتش، خلينا نحكي عن تجربتك مع ذوي الاحتياجات الخاصه. دائما التعامل مع الانسان يعني غير التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه من حيث تنميه المهارات، احكي لنا عن تجربتك. هلا اول شغله انا بالنسبه لي ذوي الاحتياجات الخاصه هن ذوي قدرات خاصه، هذا القاعده الجديده اللي علمتهم اياها. والشغله الثانيه السر اللي كان بتعاملي معهم انه انا عاملتهم كناس اسوياء. هن حبوا هي القصه، كان في صدق كامل بالتعامل بيننا وبينهم، فهذا الموضوع اللي اشتغلنا عليه. طبعا احنا بالاضافه بنشتغل مع الاطفال، العالمين كثير ساحرين وقت نشتغل معهم، فهي القصه بدها شويه صدق مع ذوي الاحتياجات لنقدر نعطيه نتيجه. كانت تجربه من خلال تدريبات تمثيل حضرناهم لعمل مسرحي، والاصداء الحمد لله كانت كثير حلوه، يعني كان عندنا تقريبا 12 او 13 ممثل متلازمه داون بدار الاوبرا موجودين، ادوا عمل كثير حلو، وهلا ان شاء الله بالقريب العاجل عم نعمل لهم شيء جديد. يعني كوتش، مثل ما بلشنا حديثنا بالبدايه انه كل شخص عنده مهارات لازم هو ينميها اكثر هالمهاره لحتى يقدر يتواصل يمكن بسلام ورضا يكون في مع محيطه الخارجي، كيف نحن بنقدر بالفعل بابتسامتنا نحقق هذا الرضا وايضا نكون متصالحين مع حالنا، خاصه مثل ما ذكرنا يمكن اوقات الواحد
بيمر كثير من الاحزان، اوقات بيمر بامراض ممكن تضعف شوي ارادته، هون كيف تقدر الابتسامه وهالمهارات اللي جواتنا بتقدر تطلع كل شيء حلو؟ هلا اول شغله بدي اقول لك التغيير، انا عندي فكره جديده كثير عن موضوع التغيير. اي تغيير انسان بده يسوي قرار من عنده، انا كمدرب ما بخليك تتغيري، بساعدك تتغيري، بعطيك ادوات لتتغيري فيها. اما انه انا يجي شخص بده يغيرني مستحيل. انت بده يكون عندك قرار انه انا بدي اتغير، انا بوصلك لهذا القرار، بتبلشي تمشي معي بخطوات معينه تشتغلي عليه. الضحكه ليش حلوه؟ لانه اول شيء الضحكه ترتبط كثير بالصدق. هلا اللي بيضحك هو بس بوشهم، هي ضحكه برات القلب، لازم تضحكي وشك كله يخرمش، عيونك يخرمش، هي بتكون الضحكه من القلب موجوده. فاحنا الضحكه كثير مهمه بحياتنا، برد برجع بكرر عليها، بس نقبل الحاله الموجودين فيها فبترتسم بسمه على وشنا دغري، بس اقول انه انا زعلان. على فكره يعني افضل حل هو هذا الموضوع. اذا انت قلتي لا ما بدي ازعل، ما بدي ازعل، مانعتي، فبدك تزعلي اكثر، هو صراع صار بينك وبين داخلك. بينما بلي ايه انا زعلانه، قديش بدك تضلي زعلانه؟ 5 دقائق، 10 دقائق؟ اللي بيخلي مراحل الاكتئاب طويله هي مشكله انه انا عم صارع، ما بدي اكتئب. كل ما بتقولي ما بدي اكتئب، ده اللاوعي تبعك بيقول لك لا بدي اكتئب، بدي اكتئب. فلا بلي انا مكتئبه، اوكي 5 دقائق، 10 دقائق، بيمشي الحال. طبعا الحياه حلاوتها بالضغط تبعها، كل ما كان في ضغط كل ما كان النجاح احلى. ما في حياة، ما في يعني اليوم اللي ما في عقبات هو يوم ممل صراحة. يعني لازم يكون في عندك عقبات بشغلك بمهنتك لتقدري تبدعي. النجاح هو عملية نحت تماماً لشخصية البني آدم. يمكن الشخص هو بيقدر يعني يقوي حاله. يمكن كوتش في نقطة كتير مهمة، إنه هلأ مثلا أنا حزين، أوكي أخذ وقتي بالحزن، أوكي أنا هلأ مثلا فرحان أخذ وقتي بالفرح، أو هلأ أوكي مشغول أخذ وقتي بالعمل. يعني كل شيء له وقته، ونخليه على حاله، عيشي اللحظة وبس. لحنا ما فينا، الماضي راح، المستقبل ما فيني بكرة أعرف شو بده يصير. لحنا ثلاث ارباع مشاكلنا التوقعات اللي ما صارت. نتوقع كثير قصص ما تصير. طب انا ليش اتوقع؟ خليني عايش اللحظه. هلا اللحظه اللي عايش ليش نجيب الكآبة لحالي مثلا؟ لا، هو نص ثلاث ارباع الاكتئاب هو من التوقعات اللي ما صارت. صحيح، اوكي. في شيء بيصير، في قاعده اسمها عدم الاكتراث، هي قاعده كثير حلوه، انه بعدي عن الشيء بيلحقك. بس اريجا مو دائما عدم الاكتراث موجود عند كل العالم، يعني في عالم كمان كوتش بتلاقي انه بتقدر انه تطنش، بس في ناس ما بتقدر. بس اوضح لك، هي مو تطنش، هي انت تنشغلي باللحظه. فعل مثمر انشغالك باللحظه هو فعل مثمر تماما، فانت ما عاد تفكري غير فيها، فبيلحقوك القصص الثانيه اللي بتكمل هي القصه. هي تاريخ كوني موجود بهي القصه، بيتجمع ليخدم لك فكره موجوده عندك. يعني موضوعها كتير حلو، عرفتنا عليه كوتش، وان شاء الله بحلقات مقبله رح يكون في لنا مواضيع. انا حابب بس احكي شوي على انجاز، بس هيك لمده دقيقه. تفضل. هلا انجاز هو مشروع لتدريب التمثيل والارتجال الكوميدي. الارتجال الكوميدي هو شغله كتير حلوه، اول مره على مستوى الوطن العربي. نحن بناخذ كلمه من الجمهور وبنبني عرض كامل بدون تحضير. نحن موجودين بدون تحضير، بدون تحضير اكيد، نحن ضد التحضير. موجودين تحت، الحمد لله هلا صرنا تحت اسم مؤسسه تمكين للتنميه، بتعتني بذوي الاعاقه وبتقدم لهم مستلزماتهم، الدعم النفسي، وبتعمل لهم مشاريع تنمويه كمان. يعني بس حبيت هيك ضوي على هذا الموضوع. طبعا الخدمات الموجوده بانجاز وتمكين متاحه للكل. يعني كوتش خلينا كمان نضوي على مواضيع تانية من خلال تجاربك مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع المصابين بمتلازمة داون. كان عندك طبعا تجربة مع الجي سي اي، خلينا نحكي عنها شوي. هلأ مشكورين جي سي اي، قدروا انه عندهم مختارين مجموعة من الحالات اللي بدها نشتغل عليها كتمثيل. كانت الرحلة 3 شهور، ختمناها بعرض اسمه الفهم لزوم. طبعا العرض والكلمه والمشاهد بنوها الشباب هن نفسهم، بعنوان الفهم لزوم. هلا كمان عينعاد العرض مره ثانيه ب 4/12، وعنعمله عرضين ثانيات اضافيات. عندنا شيء ب 10/12 عن تعنيف المراه، اسمه تاء التانيث المتحركه، بيحكي هو بيوم تعنيف المراه، بيحكي عن المراه شو عم بتعاني من العنف. هلا في بعد شهرين بدنا نحكي عن الرجل كمان عم بيتعنف، والله ما عم تتركونا كثير.
يعني هي عملية صراع بيناتنا. فهدول الشغلات اللي عم نشتغل عليها هلا. في أول مرة بده يصير بسوريا فرقة للأطفال اسمها بوب كورن، هي الطفل يمثل للطفل. يعني دائما احنا بنجيب كبار بيمثلوا للأطفال، هلا لا، الطفل بده يحكي عن مشاكله. كثير مركزين على هذا الموضوع كمان. يعني نشاطات متعددة عم بتقوموا الحمد لله. هو تمكين، يعني مؤسسة تمكين قدرت تعطينا أرضية وصيغة قانونية لنقدر نشتغل، وفي مجموعة من الخبرات الموجودة اللي حابة تعمل شيء تفيد وتستفيد في سوريا. بعدين في شغلة كثير مهمة، سوريا يعني فيها موروثة إبداع كثير حلوة، يعني المبدعين عنا شغلات حلوة، بس بدنا هيك تربة خضرة شوي تكون صالحة بنعمل شغلات كثير حلوة. ما شاء الله عليكم. تسلم. أكيد فضلت الإبداع السوري رغم الظروف هو أثبت وجوده. بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر المعلومات اللي قدمت لنا إياها ونحن ما كنا بنعرفها، ويمكن المشاهدين استفادوا منها. يسعد صباحك وشكرا لك كثير. شكرا كثير لكم. شكرا سوريا، والله يرحم الشهداء كمان. شكرا كثير لك كوتش، وإن شاء الله بحلقات مقبلة بيكون كمان معنا مع حضرتك مواضيع متعددة مفيدة. بتشرف كثير وشكرا. شكرا. يعني سالي بختام